أهلا وسهلا بالجميع للجلسة الأولى للمجلس المنتخب الجديد مع رئيس المجلس وأعضاء المجلس. عندنا اثنين من أعضاء المجلس اعتذروا، واحد موجود بريد البلاد شكري ليوس، ونزار طنوس المريض ما قدرش يجي. الجلسة الأولى هي عدد الجلسة حقيقية، ولكن فيها مواضيع اللي احنا بعثناها لتصريح الديون. نعطي نهون الجلسة لرئيس المجلس حكم هذا. أهلا وسهلا بالجميع، وبتأمل تكون الجلسة الأولى جلسة كمان زي ما قال جوني جلسة افتتاحية، بس انجبرنا نحط فيها شغلات اللي من جهة وقت في كثير شغلات لحد 31/12 لازم تكون خالصة حتى ما نخسرش مصاري صارت جاي، عشان انت انجبرنا نحط شغلتين مهمات جدا وهيك تفتح الجلسة. كنت بحب يعني الكل نحب نشرب كاس كل مع بعض قبل افتتاح الجلسة حتى كمان نعبر انه شعور فرح. واهلا وسهلا. طب ثم نضيفكم على الجدول الاعمال او ثلاث شغلات اللي هن بس بدعوات يسمون. اول شغلة انه كان في مجهز مدراش ميني بيتش اللي كان مرصود له مصاري 125,000 زائد 54,000 56,000 اللي لازم كنا نعمله لحد 31/12/2013 ولا كانت تروح المصاري. اخذت قرار هون انه نبدا فيهم. اجاز فيهم شخص كان من حفرات مشك وكلكلاء، اتفقنا انه نبدا بالمشروع مباشر فيه لانه قبل 31/12 لازم يكون صارت مصروف المصاري وطالع فيه حشبونيات ولا بتروح المصاري. الشغلة الثانية هي كان في كمان مشروع مرصود له 70,000 شيكل للمدرسة، كمان بشرنا فيه يعني طلعنا فيه، لازم تمشي أمورنا نطلع فيه بس مخراز. الشغلة الثالثة هي شيكوت سلام سبورت، كان فيه كمان فيه قرار وبفكر خلال إن شاء الله بس كل حشاوة نطلع نقدر نشتغل فيه. بس المضى الفضي طبعا. هون بدنا قرار بالشغلة هاي، انه كان في مرصود 179,000 شيكل لشارع نورة 66 تغير المحل، وزدنا عليه كمان 150,000 شيكل. المحل اللي بدنا نحط له قرار ويكون من حرب المغارة لعند بسام معساف. كمان هذا الشغل لازم تخلص لاخر 2012. هذا هو 66؟ لا 66 تغير، كان 66. وين 66؟ كان 2 صار 66. 2 وين؟ 2 الشارع اللي هو ممشيخ من بيت بسام لبيت مهنا الجبران. 66 هو من بيت بسام لحرم المغارة. هاي الشارع نطلب تصويت طبعا اذا لحد وين كان لازم يوصل. كله 31/12 كله 2013 يعني لازم يطلع فيه مخراز بده فيه. وطلع فيه الميني بيت. ويني بيش الوقت اللي نطلع شكونه سلم طلع فيه حشبونيات سلم 25/11 منذ الحزين لحد 25 يعني كمان ترى صار تكريم مع كبلاء ما في. لا هذا مش كبلاء، لا هذا مش كبلاء، لا بس الميني بيش مش كان فيش مجال يعني فيش مجال. حياة بطرق ان يكون بعد سكوت حتماء اليوم في عنا حشام ملفي اليوم زائد البزبار هو جون المعلم. احنا بنطلب انه المجلس يوافق بشكل فورمالي على انه رئيس المجلس يكون صاحب حق الامضاء بالبنك بالاضافه لل قانون. بعث بروتوكول من ثلاثة، حق الامضاء يكون ثلاثة. كل عود موجود الحشاب بالأكل إذا راح كل الوقت اللي الحشاب موجود الإمضة تبعته محيط. بيخلص الحشاب الإمضة اللي محيبت للمجلس وكل اللي تحبيه في الكسبيوت تبعته هي إمضة رئيس المجلس إمضة الكسبار مع حكام يخلص منه. لا الحشاب فحصه وانت بإمكانية الإمكانية اليوم الموجودة مش كثير سهلة لأنه ما وصلناش للوضع اللي بسمح لنا نقيم حشاب من الأبواب، بس احنا راح نحاول يعني بكل الطرق انه نقدر ننزل حشام من الباب.
يعني بعرفش في ناس مجربين بقول لك انه بالوضع الحالي اذا بيجيك حشام ملافي يكون سهل اريح للمجلس انه يندار. بس كمان بعرفش انا الحشام هذا تبعنا بيرجع بيرجعش. انا نحاول بلا حشام ملافي بتامل انه ننجح. بس كل المعطيات المجلس بتقول ان احنا قانونيا ما بنقدر نتخلص منه. بس راح نحاول عدة طرق نتخلص منه. اوكي بالنسبه للرئيس المجلس الشور انه رئيس المجلس وبعد سقوط حتيمه محيبه المجلس بحتيمات باضافه امضاء الجزبار والحشب وختامه المجلس مين بيعمل؟ سريع عشان نطلع في مخرجين لازم نطلع. انا بتوقع خلال جمعه 10 ايام نعمل كمان جلسة نقعد مع كل الأعضاء ونركب باقي اللجان. الشغلة الأساسية اللي هون هي لجنة الإدارة. مضبوط أنا اخترت 4 وأنا الخامس اللي أنا حباء أن أكون برئيس هاي اللجنة. بس هذا بقولش إنه باقي الأعضاء مش راح أتعامل معهم. أنا دعيت وبعدني بدعي لائتلاف شامل. بتأمل قبل كل جلسة حتى لو كان هاي اللجنة الإدارة اللي سميناها هي لجنة إدارة بس أنا راح أتشاور مع كل الأعضاء بشكل واضح وأقول لهم كل الشغلات اللي بتصير في الإدارة لأنه مش ممكن تحط 9 إدارة مسموح لك بس 5 وعشان هيك سمينا 5. بتأمل إنه كل يتفهم الوضع وأنا بأكد لكم كل واحد بده يسأل عن أي موضوع أنا بكون جاهز ومش راح أتخذ ولا قرار بدون أغلبية الأعضاء نتشاور معهم ونعرف شو بدنا نعمل. بالأول وبالآخر اللي شايفه أنا إنه كل الأعضاء بحبوا يشاركوا وبدهم يكونوا من أجل الإدارة وبحبوا يتفاعلوا مع المجلس ويشتغلوا معه. عشان هيك الأسامي اللي انطرحت مش يعني هاي الأساس اللي إحنا نتعامل معه. وهيك نحكى مع كل الأعضاء بالهيئة الإدارية اللي بكون من أجل الإدارة إنه إحنا بنتعامل مع كل بنفس الموضوعية وبنفس نفس الأساس. ما فيش عضو مفضل عن الثاني. طبعا راح يكون في حتى بكل لجنة في ناس عندها تفاوت بالآراء راح ينطرح الموضوع على الكل قبل أي موضوع أي قرار يتخذه راح ينطرح على كل الأعضاء ونأخذ رأيهم. وبالآخر بدناش نسأل لوضع إنه نيجي على جلسة نقعد نتشارع فلان ممكن يصير يعني إنه واحد يصوت ضد أو مع كل واحد حسب رأيه. هون في حرية اختيار بس أنا راح أحاول أشارك الكل. وطبعا هذا بالاتفاق مع الهيئة الإدارية اللي أخذناها إنه هيك راح يكون. أسامي الأعضاء اللي اخترناهم هو لجنة الإدارة حاتم عراف، وسام دحبور، وسام عبد، فادي عساف، واسكندر الفراس. كلام رئيس المجلس أنا في الحقيقة طلب تكون في لجنة الإدارة ولكن قال لي هو إنه ما فيش مجال وبتأمل إنه إذا أنا اسمي مش موجود يكون كمان باقي الأعضاء اللي اسمه مش موجود اللي يكونوا كليات الإدارة والأشياء اللي صرح فيها رئيس المجلس المحلي هي تم بهذا الشكل إنه يتعاون مع كل الأعضاء ويتخذ القرار بشكل مدروس وتيجي الجلسة بشكل بس شكلية ويكون عليها التصويت. بتأمل إنه يكون هذا الجو هو جو المجلس المحلي بالتعاون المشترك وكلياتنا نحس حالنا في موقع الإدارة. تعقيبا على كلام فرح أنا برجع بقول إنه أنا حسب ما طلعت باللجان الباقية يمكن في شغلات ولجان أهم من الإدارة اللي ما في حسب رأيي يعني لجنة التعليم والثقافة مهمة مش أقل من هيك. لجان الرفاهية مش أقل منك أهمية. وطبعا اللي بسموها بعدات هنا حوت حسب رأيي من أهم اللجان. أنا مع لازم كنا نعطي اليوم بعدات رفاهة نسميها بس بالكنيسة الأخير اللي كان بالقدس قالوا إنه ممكن لآخر شهر 11 أو نص 12 يكونوا في تعليمات جديدة بالنسبة لهاي البعدة أو بالنسبة لهنا حوت اللي ممكن تنعمل. عشان هيك بكرة إحنا طالعين القدس نستفسر على الشغلة. قلت لك بقول للكل يعني انه خلال الجمعة 10 ايام ممكن نعمل كمان اجتماع ونسمي باقي اللجان اللي لازم نمشي فيها.
وانا بحب كمان اقول للكل هون انه في لجنه راح تقام خارج هذا المجلس اللي هي لجنه توزيع القسائم. بفكر هذيك اللجنه تضم الكل والكل يشتركوا فيها بشكل فعال. انا بفكر راح تكون من اهم اللجان واكثر لجنه ممكن تشتغل. انت سالته هبيع دعم عليها؟ لا ما قلت لك فكرت اليوم معناته اللي بده يكون انه اذا احنا يعني تصويته تصويت على كل الاسامي بس اذا هو بدوش اذا هو بدوش ممكن ساعتها يجلس واحد محله بالجلسه اللي بعدها تصويت عليه سبيسيفيكتي. طيب مين بعاد البعض كيف اقترحها؟ اوكي الشالي كان في كثير يعني مداولات وطالع ونازل وناس كثير طالبت ان تكون بهاي اللجنة بهاي الوظيفة ما تكونش بهاي الوظيفة بالضبط مش وظيفة انما هي الشغل اللي بيكون فيها العضو المنتخب او بيكون على اللجنة ووقت مرة بالشهر في اجتماع اللي بدأ صار فيه له حق التصويت. بعد عدة مشاورات ودعاني رئيس اللجنة قال لي بشكل واضح انه انا معني انه رئيس المجلس بحاله يكون بهذه الوظيفة لعدة اسباب لانه اول واخير كل شيء بتاخذ هناك الاخر رئيس المجلس يدين بهذا القرار. الشغل الثاني اللي هي اكثر يعني فورمالة او بروتوكولات اكثر بقول لك انه رؤساء المجالس في كل القرى هم بحالهم نتسجين لهذا السببين يعني المهمات. وحسب رأيي الشغلة الثالثة مهمة أنا بالنسبة إلي إنه أعرف بالضبط شو بدير هناك. هذا بالنعش من أي عضو يجي يستفسر عن أي شغلة بدي إياها أنا بكون مستعد من أي عضو أي واحد من معليا رافقه لأي اجتماع مع رئيس اللجنة مع مهندس اللجنة. وهي الشغلة بتنعش إنه في جلسات معينة ممكن آخذ معي مشكيف اللي أنا مش القدم ولين بقصة الخرائط لحد إسا وفي شغلات اللي بتخفى علي وطبعا بتخفى على كثير ناس فيش عندي مانع أو يمكن أطلب بالعكس إنه لكل موضوع معين أخذ معي واحد اللي يمكن يعرف أكثر مني يكون عنده رأي أكثر مني. عشان هيك أنا بطلب بشكل واضح إنه أنا أكون النتسيق بهاي اللجنة. بتأمل إنه نصوت على الموضوع. لحد السميل موجود فوق كامل بعدها اللي يعرف الياس نفسه هو نتيجة سبور مش المعلي يا شيخ طبعا خارج معلي مش عن معلي مش عن معلي بعد فوق هو بس مش عن معلي اللي كان هون اللي يعرف. اوكي مين بعد؟ طبق تعجيز.